اليوم الدورة 22 جاء لهذه البطولة، البطولة المدرسية لكرة القدم لا كوب سكولير سنترال دانون، هي شراكة بين الوزارة التربية الوطنية وسنترال دانون، هي شراكة مثالية بين القطاع الخاص والقطاع العام. هذه البطولة عندها جوج أهداف. الهدف الأول وافتخار لنا نقولوا هذه السيمانة حيت هي السيمانة اللي كنحتفلوا باليوم العالمي بالرياضة، هي تطور الرياضة المدرسية. الهدف الثاني بيان سور هو تحسيس عن تغذية سليمة ومتوازنة، وبغيت أن ناخذ هذه الفرصة باش نشجع ونشكر كل الأمهات المغربيات اللي كيخليو وليداتهم يحقوا الحلم ديالهم وهما كيقابلوهم في المنازل ديالهم كيعطيوهم تغذيه متوازنه، وهذا ماشي نص عمل، عمل كامل. وتنشكروا هاد الامهات اللي كيخليو هاد الوليدات يكونوا هنا اليوم. فسنويا 2.5 مليون ديال التلاميذ ديال المدارس العموميه اللي كيشاركوا في هاد البطوله، دونك 2.5 مليون ديال الوليدات اللي عندهم الفرصه باش يطوروا المواهب ديالهم في كره القدم. وليدات والعيالات حيت العنصر النسوي كيتمثل مزيان وكيتطور سنه ورا سنه، وهذا افتخار كبير لنا. سي لا بارتي دو مينيستير، راه كاين يا دي كاتيغوري ومنهم لا كاتيغوري ديال البراعم اللي كيمثلوا المغرب في البطوله ديال دانون نيشنز كاب اللي كتاهل كل سنه. النهائي غيتقام، النهائي ديال دانون نيشنز كاب غيتقام، ولكن الناس ديال شركه دانون فضلوا يجمعوا لي فيناليست النهائيين ديال هاد العاد السنه وديال السنه المقبله في اون اديسيون وحده اللي غتكون في اسبانيا ان شاء الله. دونك هاد الوليدات اللي غيفوزوا ان شاء الله بهاد في الفرقه ديال البراعم غيمشيو لاسبانيا ان شاء الله يمثلوا المغرب احسن تمثيل كما داروا هاد الوليدات اللي كانوا تاهلوا العام اللي فات هنا في هاد ستاد واللي مشاو لنيويورك امريكا وبتلو المغرب احسن تمثيل حيت تاهلوا في البلاصه الثالثه ضد 33 فرق. احنا حاليا في تنظيم الدوره 59 البطوله ديال الرياضات الجماعيه اللي هي منظمه على مستويين، المستوى الاول على مدينه مراكش اللي كنظموا فيها كره القدم، بطوله كره القدم ذكور واناث لفئات مختلفه، وكذلك بالتنسيق مع شركه دانون ورياضات كرة اليد اللي كتهم الفئتين ذكور واناث. وكنعاود نذكر بان هذه الدورة 59. الجهة الثانية في مدينة أكادير كنظموا في نفس الوقت بطولات متعددة في ألعاب جماعية في كرة الطائرة، كرة السلة وكرة الركبي. حنا في حقها فرحانين لأنه هاد الفترة ديال التعارف ما بين التلاميذ اللي كيمثلوا 12 جهة وكيمثلوا 82 اقليم كيتعرفوا به وكتفتح لهم مجال
ديال كذلك في الرياضه المدرسيه كتولي مشتل بالنسبه لهاد التلميذات والتلاميذ اللي كيتفتحوا ليهم البيبان للانديه وكيمشيو بعيد في الرياضه الوطنيه العاديه. الاحساس ديالنا بالفرح كاملين وكاملين فرحانين الحمد لله، ودرنا واحد التربوص في الفقيه بن صالح والحمد لله توجنا بهذا اللقب وحنا فرحانين جدا. حنا التتويج بعد واحد المجهود جاد، واحد المجهود طويل طويل جدا، بدا بالفوز باللقب الاقليمي ثم الجهوي ثم ما بين الجهات، والان حنا فزنا باللقب الوطني وكنتمناو على اننا نمشيو ابعد في هذا البراعم. هذه هي فئه هي صعبه جدا التعامل معها، لان حنا كنعلموهم الروح الرياضيه وكنعلموهم ليس فقط كره القدم بل كذلك الروح الرياضيه ويعني والمبادره ويعني والتربيه الحسنه والسلوك الحسن، وهدفنا جميع هو هدف تربوي والروح الرياضيه.